لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة يا حبايب قلبي جايبة لكم وصفة جميلة جدا جدا، مكون سحري 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 لفرد الشعر، سواء للرجال او للنساء وسواء للاطفال كمان. ممتاز جدا، ولا بروتين ولا كرياتين ولا استشوار ولا مكوى ولا كل الحاجات اللي بتضر الشعر دي وبتكسر الشعر. ان شاء الله باذن الله هنعمل فرد للشعر طبيعي، وكمان هيدوم معاكي، يعني شعرك هيتعالج، هيشيل التقصف وهيشيل وهيفرد الشعر بشكل طبيعي، وكمان هيبقى تحفة جدا للشعر. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ولو عجبك الفيديو حبيبة قلبي ما تنسيش تعملي لايك. بصي يا حبيبة قلبي، الوصفة اللي معايا النهاردة مكونات بسيطة جدا ويمكن مكون سحري جدا لفرد الشعر بمنتهى البساطة، في يعني من اول استخدام هيفرد الشعر فرد طبيعي. اذا كان الشعر مجعد، اذا كان الشعر متقصف، اذا كان الشعر بيلولو وكده للاطفال، اذا كان الشعر خشن مجعد، الوصفة بتاعتنا هتفرد الشعر بشكل طبيعي جدا وجميل قوي 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 قوي. ان شاء الله باذن الله يا حبيبه قلبي الوصفه هتعجبك. اول حاجه معايا يا حبايب قلبي، يعني المكون الاساسي والمهم اللي معايا في الوصفه اللي لازم تجيبيه، الجليسرين. الجليسرين الجليسرين يا حبايب قلبي من اكتر ومن اهم الحاجات اللي بتفرد الشعر بطريقه سريعه جدا وجميله قوي 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 قوي. بيعالج تقصف الشعر وبيعالج اي مشكلة في الشعر وبيفرد الشعراية. المكون الجليسرين الطبيعي مهم جدا جدا. تجيبي جليسرين خام من الصيدلية، ده اهم حاجة معانا. هنفتح الازازة، وهناخد زي ما انتم شايفين كده معلقة من الجليسرين، معلقة صغيرة. طبعا الموضوع ده برضو على حسب طول شعرك، يعني مثلا لو انت شعرك طويل هتحطي كمية اكتر. حطينا معلقة من الجليسرين زي ما انت شايفة كده. تابعي معايا الوصفة وجربيها، واول ما اعملها قومي جربيها وقولي لي بقى. والله العظيم يا جماعة تحفة، انا نفسي بفرد بيها شعر بنتي لان انا شعر بنتي مجعد وبيلف. بجد تحفة. المكون اللي معانا التاني زيت حصى البان، اللي هو زيت الروزماري. زيت الروزماري من اهم الزيوت تقصف الشعر وخشونة الشعر، واحلى حاجة فيه انه ما بيلزقش الشعر. تتخيلوا؟ يعني انت هتقولي انا شعري دوني، لا، زيت حصى البان او زيت الروزماري مش بيقصف الشعر ومش بيدهنن الشعر او بيحسسك بالدهنين كده او بتلزيق في الشعر. هناخد منه زي ما انتم شايفين برضو معلقة او نص معلقة، على حسب برضو يا حبيبة قلبي اللي انت طول شعرك قد ايه، بتزودي الكمية عادي جدا. تمام. اخر مكون معانا حبايب قلبي هو زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون مفيد جدا جدا للشعر. هناخد منه برضو وهنحط معلقة. يبقى حطينا معلقة من الجليسرين مع معلقة من زيت الروزماري مع معلقة من زيت الزيتون. تمام. هتعملي ايه يا حبيبة قلبي او هتستخدميهم ازاي؟ المكونات زي ما انت شايفة كده بكميات متساوية، بكميات متساوية. يعني هتحطي الجليسرين يبقى نفس مقدار زيت الروزماري، ما تستغنيش عن اي زيت من الزيوت دي لانهم بيتفاعلوا مع بعض وبيعملوا زي ما انت شايفة كده تفاعل مع بعض للفرد. هتعملي ايه هتاخدي هتكون الشعر نضيف. تمام. هتاخدي
المكونات دي وهتدهني بيها شعرك كله من اول فوق لحد تحت طبعا، وتغلغلي اطراف شعرك وتغلغلي فروة راسك كويس جدا، وهتسرحي شعرك وهتسيبيها 3 ساعات او ساعتين على شعرك. تمام، بعد ما هتسيبي المكونات دي على شعرك يا حبيبة قلبي هتغسلي شعرك بالشامبو. عايزاكي تتفرجي على شعرك بعد ما تغسليه، هتلاقي شعرك او شعر بنوتك اتفرد تماما، هتحسي بنعومة غريبة في شعرك. اعملي الموضوع ده يومين في الاسبوع، اعملي الموضوع ده يومين في الاسبوع، مش هتحتاجي لا كريمات ولا فرد ولا استشوار ولا مكوة ولا اي حاجة من الحاجات دي. انت بس هتحتاجي الخلطة دي تحطيها على شعرك يومين في الاسبوع، ساعتين ثلاثة على شعرك، بعدين تغسلي شعرك بالشامبو، اتفرجي على فرد وجمال شعرك ونعومته وطوله. يعني مش بس هيفرد الشعر، لا ده هيعالج التقصف، عجز نمو الشعر، الخشونة، كل حاجة ان شاء الله. باذن الله الوصفه تعجبكم يا حبايب قلبي وتستفيدوا منها، وجربوها بجد روعه. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.